الاسم بالطيب يوسف، من مواليد 1978. التحقت بالجماعات المسلحة بالأخضرية، بقيت في الأخضرية تحت لواء كتيبة الفاروق بقيادة أحمد جبري 5 سنوات حتى سنة 2000. في هذه المرحلة كنت جنديا لسنتين حتى سنة 1997، ثم لأول مرة أمين مال سرية من سرايا كتيبة الفاروق. بعدها عينت ديوان لكتيبة الفاروق. بعدها سنة 2000 استدعيت إلى كتيبة الجماعة، حينها بقيادة حسن حطاب. بعد التحاقي بكتيبة الجماعة بقيت فيها حتى سنة من 2000 حتى سنة 2002. في هذه المرحلة عينت في ديوان الجماعة، وأرسلت من طرف حسن حطاب إلى حينها إلى زموري عند أبو محمد صلاح الذي تم توقيفه سنة، لا أذكر السنة، موقف أبو محمد. تعلمت حينها الحاسوب والتزوير. بعدها رجعت عند حسن حطاب إلى سريته الخاصة، كلفت بالجهاز اللاسلكي حينها للتواصل مع الكتائب والمناطق. بعدها أرسلت رفقة نبيل صحراوي اسمه أبو إبراهيم مصطفى إلى الشرق، ثم بعدها أرسلت في وفد خاص إلى الجماعة الإسلامية، بقايا الجماعة الإسلامية المسلحة في قسنطينة وعنابة كرسول. بعدها رجعت إلى بجاية، كذلك تم تكليفي كعضو في ديوان الجماعة السلفية للدعوة والقتال، وكان أميرها آنذاك أبو إبراهيم مصطفى. بعدها ذهبت في وفد إلى الشرق. في هذه الفترة تم مقتل أبو إبراهيم مصطفى نبيل صحراوي، وتنصيب عبد المالك درودكال المكنى عبد الودود أبو مصعب أميرا على الجماعة السلفية للدعوة والقتال. فتم تكليفي بالاتصال مع الكتائب والسرايا والمناطق رفقة الأمير الجديد أبو مصعب عبد الودود. بعدها رجعنا إلى بجاية، بقيت رفقة الأمير الجديد عبد الملك درودكال حتى سنة 2006. أنا كنت ضمن السرية الخاصة لعبد الملك درودكال، وفي نفس الوقت المكلف بالاتصال رفقة شخص آخر مع الكتائب والسرايا والمناطق وحتى الصحراء الكبرى آنذاك. سنة 2006 أرسلت رفقة المستشار العسكري أحمد جبري إلى الشرق الجزائري، جيج السكيكتا بالخصوص، لإحياء النشاط العسكري هناك. رجعنا بقينا هناك سنتين، ثم رجعنا إلى بجاية. بعد رجوعي من الشرق عينت لأول مرة أميرا على السرية الخاصة لعبد المالك درودكال أبو مصعب المكنى أبو مصعب عبد الودود سنة 2008. بقيت في هذا المنصب حتى 2010. بعدها عزلت من هذا المنصب، وتم تكليفي بأمور أخرى رفقة المستشار العسكري أبو محمد المدعو الشيخ عبد الناصر حوالي سنة ونصف تقريبا. بعدها تم تكليفي مجددا أميرا على كتيبة التنظيم، يعني الكتيبة الخاصة للتنظيم رفقة عبد الملك درودكال، أو الكتيبة الخاصة لعبد الملك درودكال. بقيت في هذا المنصب حتى سافرنا من بجاية، لأنه بجاية كانت هي المقر الرئيسي لبجاية وحدود تيزي وزو، كان المقر الرئيسي لكتيبة الجماعة أو كتيبة التنظيم. سافرنا سنة 2013 إلى الشرق، بغية إنشاء قاعدة للتنظيم هناك 2013. بقيت في هذا المنصب حتى سنة 2016 أميرا على كتيبة التنظيم. بعدها استقلت من هذا المنصب
بعد هذه الفترة تم تكليفي بمهمة ولم تتم. المهمة هي الذهاب إلى ليبيا عند مسؤول العلاقات الخارجية آنذاك أبو داود موسى، وأمير ليبيا حينذاك آنذاك اسمه يحيى جوادي، ولم يتم السفر. بعدها أرجعت إلى سكيك دوجيجل أميرا على سرية تابعة لأمير التنظيم. بعدها حولت رسميا إلى منطقة الشرق وعينت أميرا على كتيبة العنصر. بعد أسر أو توقيف القعقاع المدعو عمر سنة 2017 عينت أميرا على كتيبة الشرق، ثم بقيت أميرا على كتيبة الشرق حتى يوم توقيفي. أول لقاء مع أبو الدحداح على كل حال أعرفه منذ التحاقي بالأخضرية، كان الفارق بيني وبينه شهور فقط. بعدها لما التحقت أو استدعيت إلى كتيبة الجماعة في إمارة حسن حطاب، تم استدعاؤه بعدي بحوالي 3 سنوات، التقيته في كتيبة الجماعة مجددا، ثم فارقته سنة 2013. بعدها التقيته سنة 2019 ليصبح جنديا عندي رسميا رغم تكليفه من إمارة التنظيم بخزينة التنظيم. كان مكلفا من طرف عبد الملك دروتكال مكلفا بالخزينة المالية، لكن كان جندي عندي سنة 2019، بقي جنديا عندي حتى تم توقيفه في جونفي 2021. بعدها دخلنا إلى منطقة بني زيد يوم 19 فبراير، بدأ تمشيط لقوات الجيش الوطني الشعبي. بداية التمشيط كانت عادية، لكن بعدها أيقنا أنه التمشيط بحجم أكبر مما سبق والطوق كان متين. بداية التمشيط كان يوم الجمعة، لم يحدث أي شيء. في اليوم الموالي السبت تم الاشتباك مع قوات الجيش الوطني الشعبي، مما أدى إلى مقتل 7 أفراد ممن كانوا معنا، لأن العدد كان 15 فردا. انسحبنا سالمين في 7، والتقينا بالثامن المدعو المقداد العزابي مصابا. انسحبنا مع بعضنا البعض حتى وجدنا أو عثرنا على صخرة كبيرة فيها جحر طبيعي، قمنا بحفره يدويا بأمور بسيطة من 5 مساء حتى 7 صباحا، وبقينا فيه 25 يوم. الجريح توفي حوالي 15 يوما متأثرا بجرحه وبضيق المكان والجوع، يعني لأسباب عدة. قمنا بدفنه خارج المغارة، ثم اختبأنا مجددا في المغارة حتى تم توقيفنا من طرف قوات الجيش الوطني الشعبي. إثر هذه المدة زاد، كان لا شيء إن صح التعبير، يعني زاد قليل لا يكفي فرد ربما اليوم، عبارة عن سميد وبعض السكر وقارورة لا تتعدى اللتر إن جمعتها من العسل. هذا القسط من الزاد كان زادنا لمدة 27 يوم. بعد 27 يوم تقدمت قوات الجيش الوطني الشعبي صوبنا، لكن هذه المرة كانت أقرب حتى تم كشفنا. لما أيقنا من الهلاك، كانت المبادرة مني أن الحل الوحيد هو التحاور مع قوات الجيش الوطني الشعبي وتوقيف، مش ليس توقيف، عدم المبادرة بالقصف أو الرماية أو ما شابه ذلك. كان الرد إيجابي ولله الحمد، تجاوب سريع. مجرد أنه ناديت قوات الجيش الوطني الشعبي تم سؤالي من أنت؟ أجبت أنني أسامة. سئلت هل أسامة النغاسي؟ قلت نعم. طلبت منهم أني يعني
يخاطبني القيادة، قيادي الذي في المكان هناك، حدثني أحد القيادات، قال لي محدثك هو القيادي هنا، طلبت منه الأمان، أعطاني الأمان، قال لي لك أمان الله. خلاص تم الاتفاق، طلب مني إخراج السلاح، تم ذلك الأمر، ثم إخراج القنابل، تم ذلك الأمر، ثم طلب مني الخروج. أولا تعذرت من الخروج أولا لضيق المكان، لأنه إحنا كنا المكان ضيق وجالسين بالدور، طلبت منه قلت له يخرجوا ثلاثة ثم أنا رابعهم. كان خروج الأول عبيدة أو أبو عبيدة من دلس، ثم حذيفة من البرارات دلس كذلك، ثم الحاج زموري، ثم أنا رابعهم، ثم أنس الصطيفي، ثم موسى من الخميسة، ضواحي خميس الخشنة، ثم الشيخ عاصم من المدية. فعلا خرجنا بالدور حتى خرجت أنا. شهادة لله، ولست مجبرا على ذكر هذا الأمر، أول خطوة من خروجي من المغارة كانت المعاملة حسنة. طلب مني أو تم سؤالي أين ثامنكم، حدثتهم أنه توفي، وطلب مني أن أريهم القبر. ذهبنا إلى القبر، تم إخراجه ونقله إلى القيامة. صراحة الجميع كان في حالة يرثى لها، إلا كل واحد حسب القدرة تاعه. ربما كنت أنا أحسنهم حالا ثم عبيدة، أما الباقي كانوا في حالة سيئة، وعلى رأسهم الشيخ عاصم. العلم عند الله، لو بقي يوم أو يومين أو حتى ثلاث أيام قد يتوفي، توفاه الله، والعلم عند الله. بعد خروجنا تم الاعتناء بنا، يعني قلت لك أنني كنت أحسنهم حالا، تم تقديم ما وجد عند العساكر أو الجنود بمحض الإرادة، يعني مش طلب مني، يعني أي حاجة كانت عند الجنود تم إعطاؤها لنا. أما الشيخ عاصم والبقية تم حملهم على، منهم ما حمل على الأكتاف، منهم ما حمل على، تم إيصالهم أنه كانوا لا يستطيعون المشي. يعني قلت لك أنا أحسنهم حالا، رغم ذلك يعني ساعدوني في المشي. الندم نادم على شبابي الذي مر أو ذهب سدى في اعتقادي. ولو تسألني لو رجع بي الزمان إلى اليوم الذي التحقت به فيه بالجماعة المسلحة، حينها الجية جماعة إسلامية مسلحة، لن أقوم بهذا الفعل، يعني اعتقادا أو سواء من جانب الاعتقاد أو من جانب الأمر الثاني، ضاع شبابي في غير هدف. ومن هذا المنبر أوجه نداء إلى من بقي من الجماعات المسلحة، سواء في الجزائر خصوصا أو في مالي عموما، سواء من يعرفني أو يسمع عني، أوجه لهم نداء، وخاصة من لديه أبناء أو لديه الباقي كل له أهل، أن يبادر قبل فوات الأوان. هذا النداء الأول، هذا عموما، وأخص بالذكر أمير تنظيم القاعدة بلاد المغرب الإسلامي يوسف العنابي، أبو عبيدة يوسف العنابي، أن يبادر بحقن دماء من بقي تحت لوائه من الجنود. ثم النداء الثاني إلى رفيق دربي أو من كان معي، سواء كان جندي عندي أو رافقني في هذه المسيرة بين قوسين الخاطئة، أن يبادر، هو أبو بشرى عبد الرحمن مريخي، أناديه من هذا المنبر أن هلم إلى أحضان الدولة، فهي يعني مفتوحة الأيدي بصدر رحب، أن يرجع إلى أهله وأبنائه، وكذلك يستطيع أن يحقن دماء من تحت لوائه من الجنود، لأنه هو كذلك أمير كتيبة. والباقي كذلك أوجههم لهم نداء أن سارعوا وبادروا قبل فوات الأوان. نداء أخير أوجهه إلى من هم في نظري سبب إطالة هذه الأزمة، أو دعم
أو سند إلى الجماعات الإسلامية المسلحة أو المسلحة، وهم جماعات الدعم والإسناد، سواء من على عقيدة خاطئة بين قوسين أو من يساند طمعا في المال. نصيحتي لهم أن يبتعدوا عن هذا الطريق، لأنه مصيره مصير محتوم، هو إما السجن أو يعني طريق خطأ ابتداء، وهم السبب في إطالة هذه الأزمة، لأن الجماعات المسلحة بدون دعم وإسناد لا شيء. هناك أمر آخر أود الحديث عنه، وهو يخص حركة رشاد أو التواصل مع حركة رشاد عموما والعربي زيتوت خصوصا. من بين الأسئلة التي قدمت إلى أمير التنظيم، هل التواصل سري أو علني، وهل هو عن طريق ثقة أو لا؟ تم التأكيد من طرف أبو عبيدة يوسف العنابي أن التواصل قائم أساسا بين أمير التنظيم والعربي زيتوت، اتصال سري وعن طريق ثقة، يعني الوسيط ثقة. تم إرسال رسالة من طرف أمير التنظيم أبو عبيدة يوسف العنابي إلي خصوصا، وكذلك الشيخ نوح تم مقتله في تمشيط الآن في الذكر، وكذلك نفس الرسالة إلى الشيخ عاصم الموقوف معنا، أرسلت إلي بصفتي عضو في مجلس شورى التنظيم وكذلك أميرا على منطقة الشرق. مضمون الرسالة بدايتها هو تطمين العربي زيتوت أنه لم يتم التواصل معه علنا لكي لا يتم إحراجه أو إذايته من طرف البلد المقيم فيه، وكذلك تطمينه بأن التواصل معه هو تواصل آمن عن طريق وسيط ثقة. مضمون الرسالة عموما هو طلب التعاون والتعامل، وبالمقابل دعم من طرف حركة رشاد لإسقاط النظام استغلالا للحراك الشعبي أو ما يراه هو مناسبا، والتنظيم كذلك مناسب، أو بالأحرى النقاط التي يتم التوافق عليها. كما ذكرت هو طلب العون والدعم والتعاون لإسقاط النظام كحركة عموما والعربي زيتوت شخصيا. وحسب الرسالة الموجهة إلينا فالتواصل قائم بين العربي زيتوت والحركة عموما، وإمارة التنظيم على رأسها أمير التنظيم أبو عبيدة يوسف العنابي. يعني الرسالة تم تدوينها أو كتابتها، وطولب منا أن نراجعها، ربما زيادة أو نقصان أو فكرة أخرى أو موافقة عدم موافقة لفقرة من الفقرات، وليس المضمون. يعني التواصل قائم أساسا. تم الرد على رسالة أمير التنظيم بالموافقة على التواصل مع حركة رشاد والعربي زيتوت والتعامل معهم والتعاون بالأحرى لإسقاط النظام. كان الرد بالموافقة من طرف العضوين في مجلس الشورى الشيخ نوح والشيخ عاصم، رغم استبعاد ربما النتائج. أما الموافقة متأكدون من موافقة العربي زيتوت أو حركة رشاد على التعاون، وتم إرسال هذه الرسالة رسميا إلى العربي زيتوت.